بلا شك ان هاد يعني المشاركه ديال اللبؤات نتاع الاطلس في المونديال اول شيء خصنا نهنيو لهاد اللبؤات ونهنيو راسنا كمغاربه لان اول مشاركه هذه كتعتبر اول مشاركه في التاريخ والمغرب فتح الباب للمشاركات العربيه وللمراه العربيه في المستقبل باش توصل لهذه المحافل الدوليه كما كان لنا السبق في تاريخ كره القدم الرجاليه. بالنسبه للمساله نتاع المشاركه والنتيجه اللي حققوها كنظن ان الشعب المغربي والغالبيه الشعب المغربي راضي على النتيجه بالرغم من النتيجه الكبيره اللي كانت في اللقاء الاول تاع المانيا اللي 6-0 ولكن النتائج اللي شفنا في المونديال شفنا فرق اخرى اللي خسرت بسبعه اللي خسرت بخمسه يعني النتائج اللي ولات ربما عاديه. اداء مشرف قدموه لنا المنتخب النسوي ونتمنىهم غدا يتاهلوا ان شاء الله لا يجيب تيسير. ايوا المغربيات نتمنى اليوم نجاح، حنا مغاربه نتمنى اليوم نجاح كيما الاولاد اللي ترى الاولاد نتمنى ترى البنات كذلك ويقدروا. الاولاد كان عندهم واحد الحماس نتمنى البنات يكون عندهم نفس الحماس حيت الحماس هو كينجح ودار البنات خدوا شويه الحماس من عند الاولاد. كنقول كاينه واحد الحماس واحد الطريقه ديال النجاح كاينه في البلاد وخاصها تبقى. مع كولومبيا عندهم واحد الماتش شويه قاصح مزير بزاف ولكن تتمناو دابا حنا ما الحسابات ما بغيناش نبقاو نحسبوها خصنا نلعبو وننتصرو واخا ما نتأهلوش خصنا ننتصرو الا انتصرنا على كولومبيا راه شي حاجه زوينه. ما نساوش واحد القضيه باللي المنتخب ديالنا راه يلا تكون يلا ولا عندنا منتخب ديال العيالات نتمناو لهم الخير الا ما كانش هذا العام يكون السنين الجايه ان شاء الله. المرض نتاع النتيجه الاولى هو ان المغرب كان لعبوا اول مقابله في تاريخ كره القدم النسائيه في النهائيات وبالتالي ربما نقص التجربه هو كان السبب باش يعني كانت ذاك النتيجه مخيبه الامال اضافه الى اختيارات المدرب اللي كانت ربما كيتحمل المسؤوليه في هذا الامر. لكن تم تدارك الامر في اللقاء الثاني وربحوا اللبؤات بطبيعه الحال انتصروا. الان احنا امام مقابله ثالثه مقابله مصيريه من اجل التاهل ولكن صعبه لان الامر ماشي في يدينا احنا كمغاربه خصنا نربحوا وننتظروا شنو غدير المانيا مع كوريا الجنوبيه. لكن بخلاصه القول كنهنيو اللبؤات وراضين على المشوار ديالهم سواء تاهلوا سواء تقصوا مع الاشاره اننا نبغيو انهم يختموا لهذا الدور على الاقل بالانتصار حتى في حاله الى ما تاهلناش للدور الثاني غنكون وصلنا لست نقاط على الاقل. بالنسبه للتوقعات ديال الماتش لغدا المنتخب النسوي ديالنا كنتوقع ان النتيجه ان شاء الله غادي تكون ايجابيه دابخي الماتش اللي فاتوا يعني الماتش الاول والماتش الثاني يعني حتى لو كان الماتش الاول لقى واحد الصعوبات راه بالنسبه للتجربه ان معظم اللاعبات ما عندهمش تجربه والماتش الثاني كان واحد شويه تحسن الوغ كما كيقولوا الثالثه ثابته الثالثه ان شاء الله غادي يكون الماتش مزيان بوكو بان تاهلوا ونديو لا كوب ان شاء الله. كنتمنى لهم مسيره موفقه ان شاء الله في هاد لا كوب والاجتهاد الاجتهاد بيان سيغ الا ما كانش الاجتهاد راه ما غاديش تكون النتيجه الوغ كنتمنى من الله وكنتمنى منهم انهم يجتهدوا يعني باش يربحوا الماتش الجاي ان شاء الله بوكو با يمشيو بعيد في هاد لا كوب والكؤوس الاخرين ان شاء الله.